أهلا بكم مشاهدينا من جديد، بنتابع حلقتنا مع جولة سريعة على أبرز الأخبار السعودية لليوم. خبرنا الأول مشاهدينا من الشرق بعنوان هرب من الهيئة بصحبته ثلاث فتيات ودعس طفلة عمرها 6 سنوات. وفي التفاصيل، هرب سائق سيارة خاصة كان بصحبته 3 فتيات من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقاد سيارته بشكل مجنون ليدعس طفلة عمرها 6 سنوات في أبها. وحسب الناطق الإعلامي باسم الإدارة العامة لمرور عسير المقدم محمد عسيري، فإن دورية مرور كانت موجودة في إحدى التبريدات بعقبة ضلع حين رصدت مركبة تفر في اتجاه مدينة أبها ثم تدعس طفلة عمرها 6 سنوات، فتابعت الدورية الهارب وبلغت العمليات وزودتهم بمعلومات عن المركبة، وعند محاولة استيقافه في رأس العقبة استدار في الاتجاه المعاكس عند جسر إدارة التعليم في عسير، واستمر في الهروب ودورية المرور تتابعه، وقام بإنزال 3 فتيات في أحد المواقع، وعندها تم إيقافه بالقوة والقبض عليه وتم تسليم الفتيات إلى رجال الهيئة، أما الطفلة فلا تزال ترقد في المستشفى. خبرنا الثاني مشاهدينا جاء من العربية بعنوان حملات تفتيش مهلة التصحيح لن تطال مواليد السعودية. وفي التفاصيل، تبدأ حملة تفتيشية واسعة في منتصف الأسبوع المقبل في السعودية على إثر انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة والعمل في السعودية، بيد أن القرار يستثني المقيمين المخالفين من مواليد السعودية. ووفقا لصحيفة الشرق، فقد أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن المهلة التصحيحية لا تشمل مواليد السعودية، إنما تختص فقط بمن قدم إلى الأراضي السعودية بقصد العمل. وأضاف أن الإحصائيات النهائية ستعلن بعد أسبوع من الآن، منوها بأن الأرقام ستشهد تزايدا ملموسا نظرا للإقبال الشديد من المخالفين على تصحيح أوضاعهم بعد فترة الحج ومع اقتراب نهاية المهلة. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن عدد المستفيدين من المهلة فاق 1.5 مليون مقيم تنوعت مخالفاتهم بين تعديل مهنة ونقل كفالة وخروج نهائي. الخبر الثالث مفجع شوية مشاهدينا، وقد جاء من الرياض بعنوان خادمة إثيوبية تخنق ابنة كفيلها بحفر الباطن. وفي التفاصيل، أقدمت خادمة إثيوبية بحي العزيزية مساء أمس الجمعة على خنق ابنة كفيلها بواسطة قطعة قماش في حفر الباطن، وعلى الفور باشرت الدوريات الأمنية الموقع وتم القبض على الخادمة قبل الهروب، وتم نقل الفتاة في حالة حرجة للمستشفى مستشفى الملك خالد العام، فيما جرى إيقاف الخادمة رهن التحقيق. وصرح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد رقيطي بأنه ورد بلاغ من مواطن عن تعرض ابنته في العقد الثالث من العمر للاعتداء ومحاولة خنقها بواسطة قطعة قماش من قبل خادمة أثناء تواجدها بمنزلهم لزيارة ذويها، وأضاف أنه تم نقل المجني عليها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إيقاف الخادمة الإفريقية الجنسية في العقد الثالث من العمر رهن التحقيق. مشاهدينا، بنختم جولتنا في أخبار السعودية مع نشاطات الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، والتي أنهت نشاطاتها ضمن حملة لا تؤجل لفحصك للتوعية ضد سرطان الثدي. نتابع. فعاليات شهر أكتوبر للتوعية عن سرطان الثدي، تواصل الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان فعالياتها في نشر التوعية، حيث أقامت فعالية يوم الأحد في بانوراما مول بمدينة الرياض. الفعالية اليوم هي امتداد لفعاليات الحملة السعودية الخيرية لمكافحة السرطان التي تلقتها بداية شهر أكتوبر. هذه فعالية في مركز بانوراما التجاري تستمر لمدة 3 أيام بإذن الله ابتداء من اليوم. هدفنا من استهداف المولات التجارية اللي هو نوصل لأكبر عدد
من السيدات للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجمعية السعودية لحماية مكافحة السرطان، أو الاستفادة من التوعية والتثقيف اللي يقدمه مركز العبطية في كشف مبكر. في عدد كبير بإذن الله من النساء ومن الأخوان يجون يتفضلون بزيارة المركز وبزيارة ركن المركز وزيارة ركن الجمعية، بالإضافة لزيارة ركن مجموعة متعافي، يتفضلون ويأخذون المطبوعات التثقيفية والتوعوية ويزورونا في مركز أو في ركن المركز ليستفيدون من اللي يقدمه الركن. تعد السرطان مرض العصر، وبالرغم من ذلك يوجد متعافين منه والذين قاموا بدورهم بالتطوع لنشر التوعية ومشاركة قصة مرضهم وانتصارهم مع الآخرين. مجموعة متعافي هي مجموعة من الشباب والبنات متعافين من مرض السرطان، وكمان معنا متطوعين. هدفنا الأساسي الدعم النفسي لمرضى السرطان ونقل تجاربنا لهم والوقوف معاهم، لأننا مرينا بنفس التجارب اللي يمرون فيها. فمريض السرطان يسمع للمتعافي أكثر من الطبيب لأنه مر بنفس التجارب. وإحنا اليوم هنا بمناسبة الشهر التوعية عن سرطان الثدي، وهذا اليوم تابع السلسلة من الفعاليات اللي سويناها من بداية الشهر، وتواجد المكثف لنا في كل مكان، في المستشفيات صباحا وفي المولات مساء. الوقاية خير من العلاج، والوقاية تبدأ بالفحص المبكر وبتكرار الفحص. لبرنامج سيدتي أروى توفيق. مشاهداتنا، احنا بعد ندعوكم من برنامج سيدتي الى أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، وان شاء الله الله يحفظكم من كل الأمراض. نطلع فاصل ونرجع لكم، خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، أول جمعية تعاونية بالمملكة العربية السعودية متخصصة بالنقل العام.